هل ستكون الخطوة التالية بتشكيل حكومة كفاءات ربما في اسم مطروح رئيس جامعة أفريقيا العالمية هنود أبيا كادوف؟ هنود أبيا كادوف أيوه، لرئاسة الحكومة الجديدة. بروف، هو بروفيسور طبعا، هو أكاديمي، ما يعرف له يعني نشاط سياسي كبير، يعني كان قاضيا ثم ذهب إلى ماليزيا وعمل هنالك أستاذا، ثم عاد وأصبح يعني بعد الثورة مديرا لجامعة أفريقيا. يعني لا أستطيع أن لا أعرف الرجل شخصيا، لكن تمام. وصل الدكتور، اسمح لي نذهب إلى الخرطوم مع عضو قوى الحرية والتغيير مرغني سوار الذهب. سيد مرغني، أهلا ومرحبا بك معنا في استديو التاسعة. مرحبا بك أستاذ المشاهدين وضيفك. لماذا رفضتم تشكيل مجلس سيادة جديد يشارك فيه مدنيون، وماذا ستفعلون الآن؟ هل ستواصلون خطواتكم التصعيدية؟ في الحقيقة أن الضبط لهذه القرارات هو أمر طبيعي، لأن كل الإجراءات التي بنيت على باطل فهي باطل، لأن هي قرارات قائمة على انقلاب. لا يوجد أي مسوغ قانوني أو شرعي أو دستوري تبنى عليها كل هذه القرارات التي اتخذها، التي ربما تفوق 100 قرار منذ أن قام بالانقلاب في 25. فكرة مهمة جدا سيد مرغني، أي قرار يقوم بإصداره هو قرار باطل. تمام، خلينا سريعا بكل الطرق السلمية. جميل، خلينا سريعا لأن الوقت أدركنا تقريبا. أريد أن أجري حوارا مباشرا بينك وبين فضيلة الدكتور محمد عبد الكريم ضيفنا هنا في الاستديو. إذن ما بني على باطل دكتور محمد فهو باطل، هذا قرار باطل بتشكيل مجلس سيادة جديد. هو دعوى البطلان يحتاج إلى مستند قانوني بالنسبة للوثيقة الدستورية، وتحدث عدد من المختصين في يعني الاستشارات القانونية بأنه يعني ما جرى لا يسمى انقلابا في الحقيقة. وكما قلت أنا قبل قليل، حتى قضية فض الشراكة ما بين الطرفين لم ينص عليه أن فض الشراكة يكون باتفاق الطرفين، مثل ما يحدث في أي عقد من العقود البسيطة العادية أنه يكون هنالك اتفاق بين الطرفين على فض الشراكة. يقول القانونيون إذا لم يحصل هنالك اتفاق على فض الشراكة بين الطرفين فيكون إلى صاحب الصلاحية الكبرى أو جميل جدا، توضيح ممتاز. خلينا نأخذ مباشرة